عزيزي المشاهد، برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، تلميذ لأعظم معلم علمنا بحياته وبكلامه، وبيدعوك أنك تكون له تلميذ. تلميذ مش معناه مجرد تفهم عشان تجاوب على الأسئلة، لكن تلميذ معناه تدرك وتختبر وتعيش الحياة التي عاشها المسيح، تسمح له أنه هو يعيش فيك. وعشان تقدر تعمل كده أنت محتاج لمجموعة، مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعها، مجموعة من كنيستك، من المؤمنين اللي حواليك، تجتمعوا مع بعض، تسمعوا مع بعض، تصلوا مع بعض، تشجعوا بعض أنك تطبقوا الحياة ديت وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيكم. صلاتي أن ده يتحقق معاك. أمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بيكم في حلقة جديدة. إذا كنت بتشاهدنا لأول مرة في هذه المدرسة، مدرسة المسيح، برحب بيك تلميذ. تلميذ معنا، كلنا تلاميذ لمعلم واحد قال أنا هو الطريق والحق والحياة. أقدر أمشي في السكة دي، أقدر أتعلم الحق ده، أقدر أعيش الحياة ديت. وده الرائع، رسم لي طريق واضح المعالم، حط علامات كتير على الطريق تقول لي أنا ماشي صح ولا ماشي غلط. علمني الحق اللي أقدر أفهمه واقتنع به وأحياه، فيكون الكلام الذي أكلمكم به زي ما قال المسيح هو روح وحياة. وحياة في الآخر، في الحياة، مش مجرد معرفة عقلية. في رحلتنا الطويلة في مدرسة المسيح وصلنا لغاية ما نسميه تربية الأبناء. وفي تربية الأبناء، تنشئة الأبناء، الحفاظ على هذه الوديعة اللي ربنا حطها بين إيديا عشان أرجعها في يوم الأيام، أسلمها لربنا، أسلمها لشريك حياته، أسلمه لمستقبله ليكون ويفعل ما أراده الله له. قلنا في مبادئ، وإن في فهم إلى مراحل النمو المختلفة، وكل مرحلة تحدياتها، متاعبها، ملامحها، ودورنا في سداد الاحتياجات بتاعتها. وإذا عملنا الصح هنجني إيه، وإذا عملنا الغلط هو هيجني إيه، وإحنا هنجني كمان معاه إيه. وقفنا وقفة طويلة جدا عند المرحلة الخامسة، مرحلة المراهقة. العنوان الجديد اللي هناخده بعد المقدمة وبعد مبادئ العلاقة ومعد مراحل النمو المختلفة، اللي هي الثقافة الجنسية للطفل. بكل أسف إن دي في مجتمعنا المصري غائبة ومجهولة، وعندنا شوية نقط كتير قوي على السطر. احنا عايزين إن يعني نبحر في هذا البحر اللي ما تمشاش فيه قبل كده، عايزين بقدر إمكان نحط علامات على الطريق، عايزين بقدر إمكان نفهم ليه وإيه وإزاي. المرة دي هنبتدي بليه. ليه التربية الجنسية لأولادنا مهمة؟ إيه اللي هو محتاج يعرفه في كل فئة عمرية؟ وبعدين إزاي نقدم له هذه المعرفة بالطريقة الصحيحة وليست بالطريقة البديلة التي يقدمها العالم له. أتمنى أن يكون الكام حلقة بتوعنا دول مفيدين جدا، مش بس لينا لكن لألوف الناس التي تشاهدنا في الوقت ده من تاريخ عالمنا. عايز أبتدي بما نسميه أهمية التربية الجنسية. ليه الموضوع ده مهم؟ عبارة كده مهمة بتقول، مهمة في كل حاجة، تؤثر التربية الجنسية على نموهم النفسي والروحي. جسمه هيكبر هيكبر مش كده؟ انه يفهم قضية الجنس ديت بأشكالها المختلفة، وده بيأثر على نفسيته وعلى حياته الروحية وعلى علاقته بالجنس الآخر وعلى علاقته بعيلته وبمراته وبعياله في المستقبل، مش كده؟ فده بتأثر تأثير هائل، واحنا سايبينها خالص، يعني ما لناش دعوه بيها، سايبينها للقدرية، للعالم يفعله، مش ان احنا نقدمها بأفضل طريقة ممكنة. ليه مهمة؟ واحد، تؤدي الى احترام الطفل لذاته ولأعضاء جسمه، وبتزود ثقته
في نفسه وفهمه لدوره كذكر أو أنثى. فأول حاجة تتعلق بيه بيحترم نفسه، بيحترم أعضاءه، بيعرف إن الأعضاء الجنسية ديت أو التناسلية بنسميها مش أياه وحاجة وحشة، يا رب ما مش عارف ربنا عملها لنا ليه، وحاجة عار وشيم، لا دي أعضاء بنخبيها لأنها حساسة جدا، لأنها ثمينة جدا، لأنها ربنا أعطاها قدرات خاصة مش للمنظرة ولا للفرجة. فالفهم الصحيح للجنس بوجه عام وللجنس بوجه خاص في مراحل التكوين المختلفة بديني احترامي لنفسي ولأعضائي الجنسية بالذات، وده بديني ثقة في نفسي، ما بقاش عندي الخزي الخجل الكسوف من حاجة فيا فهمها ان دي حاجة قبيحة وبخبيها ومكسوف منها، إلا إيه المصيبة ديت اللي موجودة فيا ديت. وبالتالي بيساعدني اني انا كده لاني ذكر، انا كده لاني انثى، انا فخور اني ذكر وربنا اداني الاعضاء الذكوريه دي، انا فخور اني انثى وان ربنا اعضاء اداني الاعضاء ديت اللي بتقدر تاتي بالجنين وترضعه واقدم طفل للعالم بصوره جميله جدا. فالفهم ده لما بيتكون من الاول صحيح بيبقى هو ده اللي عنده، غير بقى لما يبقى الجنس ده هي الشهوة واللذة والمصيبة والقرف والنجاسة وتبقى هي الموضوع بيتعلق بالنجاسة والشر والخطية. فالفهم الصحيح من الأول بيعمل بطانة صحيحة بدل ما تبقى البطانة مطينة بطين. فهمني؟ فكل حاجة بتنزل فيها بعد كده بتتوسخ من الطين اللي اتحط في قاع المعرفة. أرجو أكون واضح هنا. 2، لما احنا اللي بنعملها كوالدين واحنا اللي بنقدم له بالحقائق ديت بالمعلقة مظبوطة جرعات متتالية وهو بيكبر، بنتأكد من نوعية وكيفية المعرفة اللي وصلت له نوعا وكما وكيفا. عرف اللي مفروض يعرفه في السن ده، عرفه بالطريقة الصحيحة، عرف الحاجة الصحيحة، عرف what how، عرف ايه وازاي، عرف ازاي عرف. هو هيبقى عنده حب استطلاع، فانا هاشبع حب الاستطلاع ده قبل ما حب الاستطلاع ده يخليه ياخده من حته من حته تانيه. اذا انا ما عملتش كده حب الاستطلاع ده هيوديه عشان يعرف عن طريق النت والاصدقاء اللي هيقولوا له المعلومه بطريقه غلط وهيقولوا له معلومه غلط، هتعمل بطانة مطينة بطين. وفاهميني بقول ايه؟ فانا عايز احط بطانة صحيحة، اذا انا ما حطتهاش هتتحط وهتتحط معلومة غلط والطريقة غلط وفي الوقت الغلط اللي هتلخبط له كل المعلومات بعد كده. 3، ده بيخليه يتكون ثقة بينه وبين والدي، لأن العالم دايماً بيعتبر أن موضوع الجنس ده موضوع آثم ومش نظيف، وبعد شوية هيعرف أن بابا وماما بيعملوا الحاجات ديت وحيقولوا له ده أنت جيت عن طريق اللي بابا وماما ده بيعملوه مع بعض. فاهم قصدي؟ وبين الحاجة دي وحشة وبابا وماما بيعملوها، بابا وماما بيعملوا الحاجات الوحشة ديت، فأنا كمان هعمل الحاجات الوحشة دي بس مش أقول لهم عشان هم ما قالوا ليش. فهمتوا بقول إيه؟ غير ان بابا وماما حكولي عن الحاجه دي وعن الحاجات دي بطريقه مليانه بالقداسه وبالفكر الايجابي والاخره. ولما عرفت ان بابا وماما هم اللي بيحكولي وان بابا وماما علاقتهم ديت في الحاجه دي هي اللي جابتني للحياه، ما عنديش اي لوم ولا اهتزاز في صورتهم في عينيا، بالعكس. فلما أنا اللي بقدم المعلومة دي، لما أنا اللي بوصل الحقيقة دي بالطريقة الصحيحة في الوقت الصحيح، ده بيحافظ على الثقة اللي بيني وبين الطفل بتاعي، بيني وبين أولادي. إني بخبي عنه كده يبقى ده سر مش عايزه يعرفه، وكأن ده شيم عار وأنا مش عايزه يعرفه،
غير لما أقوله له إذن لا ده سر ولا ده شيم، ها؟ ودي حاجة مقدسة جدا ورائعة جدا ربنا عملها عشان نعيش كأسرة سعداء متحدين ونهب هذا الحب لآخرين معنا أيضا ليكونوا بنين وبنات. واضح الفرق بين الاثنين؟ فمنظوره عن الجنس يتغير، منظوره عن باباه ومامته يتغير، المنظور العالمي التاني المشوه ده يجي يلاقي أرضية نظيفة ومتبطنة ومتسفلتة وجاهل، فسهل قوي الـ 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 الأفكار السلبية اللي جاية دي نكنسها في أي وقت من الأوقات ونزحها من الصورة. أرجو أكون واضح. إيه المراحل؟ يبقى ليه إحنا لازم نقوم بالتربية الجنسية مش بس التربية الأخلاقية والمبادئية والروحية، لا إحنا عندنا دور في التربية الجنسية. إيه مراحل التربية الجنسية؟ طبعا قبل 9 شهور ما فيش حاجة في أي حاجة، هو مش فاهم حاجة خالص، صح كده؟ خلاص ما عندناش حاجة. من 9 شهور ل3 سنوات في هذه المرحلة هو الطفل بيعمل إيه؟ خلينا نتفرج هو بيعمل إيه جنسيا، ها؟ نتفرج، ها؟ ده هيساعدنا عشان خاطر بقى في أثناءها بيعمل حاجات نروح ضربينه على إيده، مش عارف نضربه ليه في الوقت دوت، لكن هنشوف هو بيعمل إيه في الفترة ديت. بيستكشف أعضاءه الجنسية باللمس بالاحتكاك، بأنه مرات بيظهرها، بيعملوا لعبة كده اسمها الدكتور، صح كده؟ ويكشفوا على بعض، صح؟ عشان خاطر عايزين الحاجة دي تبان اللي احنا مخبيها وحطينا في دايبر وقفلين عليها وفوقها بنطلون وفوق البنطلون بلط والحاجات دي كلها، فاهم؟ هو عايز يشوفها وعايز يلمسها وعايز يبينها. قليل أدب. لا خالص خالص، ده فيسيولوجي، ده استكشاف، بيستكشف نفسه، ها؟ هو استكشف نفسه وفي حتت احنا قافلين عليه فبيستكشفها، فاهم؟ ارجو نفهم الحكايه دي، دي عمليه استكشاف ما فيهاش اي قله ادب. لغايه دلوقتي اصلا ما فيش ضمير عشان يبقى في غلط، صح؟ اتفقنا؟ فاكرين الضمير فين؟ ها فين الضمير؟ من 3 ل5 احنا لسه ما يعني ربنا يسامحنا. 2، بيحاول يبقى يلمس ثدي الام او اي امراه اخرى، ما هو كان بيرضع هناك وبعد شويه فصلناه وممنوع الحكايه ديت. هو ليه ده كان الاول حلو ودلوقتي بقت قله ادب؟ ثلاثة، يروح قالع هدومه ويتفرج او يخلي اصحابه يلعوا يتفرجوا على بعض، صح؟ من غير الدكتور كده مشاهده، فانت تخش تلاقي المنظر ده حاصل تنزل فيه ضرب. بيعملوا كده ولا لا؟ ها بيعملوا كده ولا لا؟ بيلعبوا الدكتور عندكم؟ ماشي. 4، بيسال ويبقى عايز يتكلم في الموضوع دوت، سؤال عن جسمه، سؤال عن ايه ده وليه احنا مختلفين، ليه غيري مش كده، ليه هي ما عندهاش اللي عندي، بيسأل. سألش في الموضوع ده، الكلام ممنوع في الحاجات دي، ها؟ معقول؟ انجذاب للوالد من الجنس الآخر والتوحد بالوالد من نفس الجنس، فتلاقي البنوتة بتروح ناحية باباها والابن بيتوحد مع أبوه ففي في كده حاجة شكلها غريب شوية، إن 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 البنت رايحة ناحية بابا كده، في حاجة كده ناحية بابا مختلفة، والولد مع أبوه بيتوحد معاه ويقلده، بابا مش عارف يعمل إيه، تلاقي عليه بتلاقي الواد يقلد ابوه في بيلبس الجزمه زي مش ازاي، فتلاقي عمال يقلد باباه ويتوحد مع باباه. عايزين نعلمهم ايه في الفتره دي؟ عايزين نعلمهم ايه؟ ايه المعلومه اللي عايزين نقولها وبعدين هنقولها ازاي؟ ماذا نعلم في هذه المرحله؟ من الطبيعي ان يستكشف اعضاء التناسليه وأن يلمسها، ما فيش أي خطأ في الموضوع دوت. على الآباء أنه يفهموا كده
وما ينقلوش أي إحساس بالخطأ أو الإحراج أو عيب خالص خالص. ده حقه الشرعي إن يبقى عارف إيه ده، إيه الجزء المستخبي ده واللي دايما إحنا مخبيين. لازم الإحساس بالذنب ده والإحساس بإن ده في حاجة مش لازم نتكلم فيها ومش لازم نلمسها ومش 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 ومش، ده معناها إنه إن في حاجة ميستيريس، في حاجة غامضة هنا ما بنتكلمش فيها، ما بنقربش عندها. وده بيولد مشاعر غريبة جدا عنده ناحية الجنس على المدى البعيد. 2، المهم في الحالة دي أن يكون للطفل الهوية الجنسية الخاصة به. على الأب أن يكون على علاقة خاصة بابنه عشان الابن يعرف أنه إن أنا راجل زي ده، والبنت بأمها عشان البنت تعرف أنا بنت زي دي. وإذا ما ده ما حصلش في السن دوت، ممكن قوي في المستقبل أدفع الطفل ده للجنسية المثلية، إنه هو ما تعرفش على جنسيته. أنا I'm a boy، أنا زي بابا. I'm a girl، أنا بنت زي ماما. مش شايفين بابا وماما، مش شايفين ماما وماما أو بابا وبابا، فهمني؟ هي دي اللخبطة، هي دي اللخبطة. فقرب الأب من الابن بصورة خاصة، قرب البنت من بنتها بصورة خاصة، بتحدد لها الهوية الجنسية بدري بدري. وده تاني لازم يحصل عند مرحلة المراهقة مرة أخرى عشان نأكد النوع الجندر، النوع بتاعنا. فاحنا عايزين نأكد على الحاجتين دول المعلومتين اللي يهمونا في الفترة ديت، إن it's okay إنك تستكشف نفسك، ما يجراش حاجة خالص، ده حقك. والحاجة التانية إني عايز أحدد له هويته، إن دي أنت بنت زي ماما، أنت ولد زي بابا، وبابا وانت زي بعض، وانتي وماما زي بعض. عشان اللخبطة بقت كبيرة أو اليومين دول. طيب ازاي هنعلمهم الحكاية ديت؟ ان الله هو اللي خلق داود، الخلق، ان ربنا عمل الفكرة الرائعة دي، ان الله خلقنا ذكرا وانثى، وللذكر اداله انه يبقى عنده اعضاء خاصة به بتجعل منه ذكر، وللأنثى ربنا أعطاها أعضاء خاصة تجعل عندها إنها أنثى. والحاجات ديت إحنا بنغطيها وبنخبيها ومش بنبينها للناس. It's okay إنك عملت كده، لكن إحنا بوجه عام مش بنعمل كده، لأن الحاجة ديت غالية قوي، ثمينة قوي، حساسة قوي، حساسة قوي، مش زي بقية أعضاء الجسم. دي أعضاء حساسة جداً، وعشان كده بنغطيها وبنحميها، وما تخليش حد تاني يلعب لك فيها من الاول، من بدري قوي، عشان موضوع التحرش. ان دي انت اتس اوكي انك انت لمستها وعرفت روحك، لكن ما تخليش حد تاني يلمسها لك ويلعب لك فيها. واضحه الفكره ديت؟ فدي المعلومه اللي انا عايز افهمها، ان ده ربنا اللي عمل كده وعمل حاجه جميله جدا عشان يميز الولد عن البنت، ونغطي الحاجه ديت عشان الحاجه دي حساسه، فراجايل، حاجة تتجرح بسهولة، تتخبط بسهولة، تتعور بسهولة، توجع. الحاجات ديت لأنها حساسة إحنا بنغطيها، مش لأن الأعضاء ديت حاجة فيها عار أو فيها خطية أو فيها شر. 2، إن وأنا بتكلم معاه في أي حاجة من دول لازم أبقى في هدوء شديد وعادي، مش بتصبب بقى عرق وعصبي وصوتي بيتقطع وكأني في دراما. مفيش دراما خالص في الموضوع، عادي عادي. اعطاء الامور ديت هالة خاصة بيخلي الحاجات دي دايما تبقى ما بين ايه؟ قوسين. احنا ما بين قوسين، احنا بنقول الحاجات دي بنسميها برايفت، دي حاجات خصوصية مش للعامة، دي حاجات خصوصية، مش ان حد تاني يلمسك او يعمل لك فيها حاجة، دي خصوصية، لكن مش لعار ولا شيم ولا بتسبب عرق ولا حاجة خالص. ده طفل صغير، فمش لازم يشوف فيا
حاجة تخضه من هذا الأمر وتخلي الأمر ده بالنسبة له دايما في حاجة من الظلام، وإنه إن الحاجات دي مقدسة ونظيفة ونقي. أرجوكوا أرجوكوا خلي بالكوا القضية دي في غاية الأهمية. الحديث ده البسيط بيخلي ما عنديش حب استطلاع، وبيخليني مش بكمل أحاول أتجسس واتفرج. فهميني اللي عايز أقوله؟ الممنوع مرغوب. كل ما بقفل على الحاجة بزود حب الاستطلاع، كل ما بفتح الحاجة وبوريها وخلاص وبنغطيها خلاص مفيش حب استطلاع. خلصنا خلصنا خلصنا، خلصت خلصت خلاص، ملهاش ملهاش ديول أخرى. لما يسأل السؤال دوت ما تحركش، ما تضحكش، ما تبتسمش، ما تبصش كده وتدور عليك اخس عليك يا واد يا شقي، هنتكلم بقى في حاجات. بليز بليز ها، خد السؤال على محمل الجد، وابنك ينتظر منك إجابة صادقة بسيطة مباشرة، لا لف ولا دوران. كل ما الحاجة دي بسيطة كل ما بشيل منها اللي العالم عمله، الأقواس، الهالة، الهالة الموسيقى الدرامية التي تتعلق بهذه القضية، اللي بوظتها، اللي شالت القدسية وحطت فيها الشهوانية. واضح اللي بنقوله؟ أوكي. إذا إحنا ما تبعناش الحكاية ديت، وده بيحصل بقى مع بعض أطفال، إن العادة دي بتاعت إني بلمس أعضائي الجنسية ديت ولأنها حاجة سرية، ولأن قلت له ما تعملش كده، ولأن ولأن ولأن، بتستمر معاه وبتتحول إلى ماستربيشن، إلى العادة سرية مبكرة، وبيتعود عليها وبيصعب قوي عليه يفقدها، لأنها بقت بتديله لذة. في الأول هي ما فيهاش لذة، طفل ما عندوش اللذة الجنسية، لكن هي لذة الضلمة في الأول، وبعدين الأعضاء دي بتبتدي تبقى عندها الإحساس الخاص بيها، فبتبقى متعة اللمس، وبعدين بتبقى العادة السرية الماستربيشن اللي فيها بيمارس بالصورة أو بأخرى اللذة الجنسية. لكن القضاء على الموضوع ده بدري بدري، مش بالمنع ولا بالضرب ولا بالهالة، بالعكس، بأن الموضوع عادي، وإن ده برايفت، وإن ده من حقك تعرف، وإن ده ربنا عملها ودي بنغطيها عشان كذا 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 كذا، وإن موضوع الرغبة في الاستكشاف دي راحت والآخر. الموقف توقف بدري بدري عن ما ينبغي أن يكون فيه. طبعا عدم التوحد مع أبوي أو أمي زي ما قلنا ده بيلخبطني بدري في هويتي الجنسية، ودي واحدة من الأسباب الرئيسية لقضية الهوموسيكشواليتي. من 4 لـ7 سنوات، من 4 لـ7 سنوات الطفل بيبتدي يسأل بقى، هو بيسأل في الأول، هو بيستكشف ها، وبعدين عنده أسئلة بقى. إيه الأسئلة اللي عنده؟ خلينا ناخد أسئلته. أنا جيت إزاي بقى؟ تجبتوني ازاي بالمناسبه؟ لقيتوني فين؟ وبعدين يقول خرجت من بطن ماما، يعني 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 انا اصلا دخلت بطن ماما ازاي؟ وبعدين اتولدت ازاي؟ وايه اللي جابني في بطن ماما؟ ها؟ وبعدين انا اتولدت ازاي؟ وازاي انا كنت اصلا في بطن ماما زي ما كنا بنقول؟ وازاي بابا وماما هم اللي ولدوني لما انا كنت في بطن ماما؟ ما البابا بالموضوع دوت؟ وليه انا ما جيتش من بابا وجيت من ماما مع ان انا ولد زي بابا؟ فازاي الولد والبنت جم من ماما؟ فلو انا ولد زي بابا ليه ما جيتش من بابا؟ فهمني اللي عايز اقوله ده؟ اسئله بديهيه جدا، اسئله بديهيه جدا. مش عارف احنا جاهزين نجاوب ولا لا. وليه مش كل الناس عندهم العضو بتاعي؟ ليه البنت مختلفه؟ هيسال الاسئله دي، او على الاقل الاسئله دي كلها هتدور في ايه؟ في ذهنه. قالها او ما قالهاش. لو احنا اصحاب هيقولها لي، لو احنا مش اصحاب مش هيقولها لي، بس هتبقى عنده وهيدور على الاجابات في حته تانية اكيد. اتمنى ان نعرف نجاوب. وليه في شعر عندك هنا يا بابا مش موجود عندي، وليه يا ماما عندك مش عارف ايه ومش موجوده عندي؟ طب انا بنت زيك، ليه انت عندك حاجه بس هنا فوق انا مش موجوده عندي هذا البروز؟ يعني صح كده، انا زيك بس جسمي مش زيك، انا زيك يا بابا بس انت عندك شعر كده انا ما عنديش الشعر دوت.
انت يا ولد شفت الشعر كمان؟ يعني ايه الادب؟ من 4 لـ7 عنده اسئله، صح كده؟ لازم نكون عارفين نجاوب عليها. هنقول له ايه؟ هنقول له اسماء الاعضاء التناسليه الخاص، نقول الاسماء العلميه، ونقول له بتاعت الولد، ونقول له بتاعت البنت. مش نقول الولد حاجته، مش هنقول لك هي ايه، لا نقول هنا ونقول هنا، لازم، لان هو هيستكشف الناحيه الثانيه، فبتر نقول له الحاجه الثانيه بدل ما يروح يستكشفها بنفسه. ها بنقول لكم اهو، فهنقول له. وبنقول انه في جهاز، والجهاز ده ابيض، والمبيض ده بيعمل بويضات، وان الثانيه في تيستيكل وبتعمل الحيوان المنوي، والتبويض بيحصل مره في الشهر في البنات، لكن الحيوان المنوي بيتكون بكميات كبيره. هنقول، هنجاوب من سن 4 لـ7. ايه؟ لا ده في فيلم هنفرجه لكم دلوقتي حضراتكم، فهنقول لكم ازاي تقولوه. هنقول لا هيفهم. تاني هنأكد على الحكاية ديت، ان اعضائك التناسلية ديت او الجنسية very private. ايدك مش very private بتسلم على الناس، وجنتك مش very private ممكن ناس كتير تبوسك من هنا ومن هنا، رجلك مش very private ممكن قوي واحد ياخدك شلوت زي بعضه. في حاجات مسموح للآخرين ان يلمسوها ويطبطبوا عليك ويحضنوك، في اعضاء مش مسموح لحد يلمسها لك، دي اعضاء خاصة بيك. واذا حاول حد يعمل كده اعمل ايه؟ صرخ وبصوت عالي على الاخر، جيب اخرك. وده اللي هنقوله في ازاي نساعده من التحرش الجنسي. لو تعود الناس تلمس الحاجات دي من غير ما يصرخ هيعتاد عليه من غير ما هيصرخ، لكن لما فهمه ده حقك، واي واحد يقرب منها صغير او كبير صرخ وبين لدرجة قدامك يتخض، وفهموا الحكايه ديت، لان ده قدرته على الدفاع عن نفسه من التحرش الجنسي. هنعلمه له ازاي. انا عايز مش بقى تعالى نقعد نتفاهم في الموضوع الفلاني، احنا عايزين ده يجي ايه؟ طبيعي. ده يجي طبيعي، بنستخدم ظروف الحياه اليوميه، مثلا فتره الايه، الحمام، فبيقلع مش كده، وبتخش تحميه او تحميها، صح؟ فدي فرصة من المرات ان نحكي ليه ده موجود وده اسمه ايه، ولما واخوكي بقى عنده ايه مش عنده ايه، فدي فرصة نحكي فيها عن الاختلاف بين الولد ومن البنت من سن من 4 لـ7 سنوات. صور علمية، ادي الصور اللي فيها احنا، ادي شكلها العلمي، وادي تركيبتها، وادي الاناتومي بتاعها، علمية، فيعرف ان ده شيء علمي، ده اناتومي وفيسيولوجي، علم التشريح وعلم وظائف الاعضاء. فعلم مش اباحه ولا قله ادب، فاهميني بقول ايه؟ كل ما بنحط البطانه ديت النظيفه للمعرفه الجنسيه، كل ما المعرفه الجنسيه ترتبط دايما بالشهوه وبالنجاسه. استخدام بعض الافلام العلميه اللي بتجاوب، ها؟ خلينا نشوف فيلم مع بعض. يجاوب انا مين وازاي بابا وماما هم اللي جابوني، وليه انا جيت عند بابا عند ماما، وازاي ده حصل. هنشوف فيلم كده صغير يقول لي المرحله الاولى هو انا ازاي اتكونت، وبعدين في افلام تانية نقدر نحطها نوريه ازاي انت بتكتمل، وبعدين افلام تانية ممكن نوريه انت ازاي انت اتولدت، فتبقى كلها حاجات علميه هو شاف خلاص، هو مش محتاج يدور ولا يستكشف، والحاجات التانية دي خلاص ما بقتش فهمتوني. فيلم جميل قوي، جرافيك جميلة جدا، نتفرج عليه مع بعض وبعدين نرجع نعلق عليه. مجد المسيح. Ovulation is the release of an egg from one of the ovaries. It often happens about midway through the menstrual cycle, although the exact timing may vary. In preparation for ovulation, the lining of the uterus or endometrium thickens. The pituitary gland in the brain stimulates one of the ovaries to release an egg. The wall of the ovarian follicle ruptures at the surface of the ovary. The egg is released. Finger-like structures called fimbriae sweep the egg into the neighboring fallopian tube. The egg travels through the fallopian tube, propelled in part by contractions in the fallopian tube walls.
Here in the fallopian tube, the egg may be fertilized by a sperm. If the egg is fertilized, the egg and sperm unite to form a one-celled entity called a zygote. As the zygote travels down the fallopian tube toward the uterus, it begins dividing rapidly to form a cluster of cells resembling a tiny raspberry. When the zygote reaches the uterus, it implants in the lining of the uterus, and pregnancy begins. If the egg isn't fertilized, it's simply reabsorbed by the body, perhaps before it even reaches the uterus. About 2 weeks later, the lining of the uterus sheds through the vagina. This is known as menstruation. لقطة صغيرة بتقولي جنين كون ازاي والمبيض ده شكله ايه واليوترس اللي هي الرحم ده شكله ايه والفالوبيان تيوبز اللي طالعة دي شكلها ايه جدا. وبص بص روعة ربنا, بص ازاي المبيض دوت اللي فيه فوليكلز, وبعدين كل شهر واحدة من الفوليكلز ديت البويضة اللي اتكونت جواها تروح منفجرة عند بالظبط السطح قدام الاند بتاع الفالوبيان تيوبز اللي عامله زي الايدين ديت, وبعدين اول ما تنزل تروح واحده منهم زقاها كده, زقاها لجوه كده, مدخلاها جوه, وبعدين تبتدي الفالوبيان تيوبز تتكحرت ماشيه في التيوب دي ناحيه اليوترس اللي هو الرحم. وبعدين لو كان بقى في سبيرمز في الوقت دوت, السبيرمز بقى اللي بابا بيدخلها دي جوه, تروح هي ماشيه ورايحه واصطادها هناك قبل ما تنزل في الرحم, فتروح مصطادها هناك, واحدة منهم بتخترق تتحد دي مع دي, وفي السكة تبتدي تنقسم الزيت الواحدة اتنين, وبعدين يبقوا اربعة, وبعدين يبقوا تمانية, وبعدين يبقوا 16, وبعدين تنزل على الرحم. الرحم في الوقت ده بسبب البروجسترون بيبقى لايند اوريدي وجاهز, فتروح لازقة فيه, تلزق فيه, فاول ما تلزق فيه تتغذى عليه, اول ما تتغذى عليه وتكبر تكبر تكبر تتحول الى جنين, ويبقى بينهم الامبليكال كورد اللي بيوصل لها الغذاء, وبتدي الرحم يكبر 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 مع البيت. فمين عايز يقول ايه؟ فهو شاف يا بص ربنا جميل ازاي, ايه الروعه ديت. فربطها بالاناتومي بالتكوين, وطبعا يقول لك ربنا في الاخر مش موجود قال, والحاجات دي حصلت لوحدها. المهم يعني, فانت كل ما بتتفرج على الحاجات ديت بالطريقه العلميه, يعني المهابه والاجلال لربنا وللي عمله مش الشهوه والنجاسه, فاهمني؟ بصوا الفرق لما بنقدمها علمية إلهية روحية, وبشوف اللي بيحصل وأنا اتكونت إزاي. ما عنديش سؤال, خلاص أنا شفتها, أنا شفتها, واضح. مليانة أفلام زي ديت, بكل أسف مش بالعربي, احنا هنحاول نعمل زي لايبرري كده, نجيب الأفلام دي وناخد لايسنس ونترجمها بأوفر فويس أو بسبتايتل على الأقل, ونعمل زي يبقى عندنا لايبرري من الافلام الصغيره اللي نقدر نوريها لاولادنا في مراحلهم المختلفه, اللي تجاوب على السؤال, مش محتاج انا اقعد اشرحه, صح, افرجه على حاجه زي كده, او كتاب علمي طبي, او ادي اليوترس بيتكون من كذا, وادي عند السايكل نتيجه الهرمونات بتحصل ده, بيتخن وبيتكون اللي هي بعد كده بتتكون البلاسينتا, او بينزل عن طريق بتبقى دي البيريود. ففي الفتره ديت انا فاجاوبته على الاسئله, ومهدتها لو كانت هي هيحصلها منستريشن, بعد كده نشرح لها المنستريشن ده حصل ازاي في المرحله اللي بعدها, البويضه ديت اذا ما كانتش فيرتلايز, واذا ما كونتش زايجت اللايننج ده الغلاف ده كله بيروح نازل من تحت ويروح نازل لتحت, وهو ده البيريود. فالبيريود ده مش بتعملي على روحك, ولا انت متعوره, ولا انت بتنزفي, ولا حصل لك مصيبه, لكن ده الدوره الشهريه اللي احنا كنا بنتكلم عنها المره الماضيه. واضح؟ سهل الاجابه بطريقه علميه جميله بالصوت والصوره اللي تخلي فهمت وما عنديش حب استطلاع, فهمت وشفت وما خدتوش على جنب, ده انا واضح وضوح الشمس. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين؟ مش امكانيات ديت, فاحنا هنحاول يعني نجمع الحاجات ديت زي الفيلم ده, هنحاول نجمع اكبر قدر ونحط ده على السايت عشان نساعد الوالدين بان هم يقدروا يجاوبوا بطريقه علميه ما فيهاش النظره العالميه
الغير مقدسة، بالعكس النظرة اللي بتوري روعة العمل الإلهي في الخلق والإبداع اللي ادانا أننا نعيشه. من عمر 8 ل 13 سنة أقف عند أسئلة. عندنا أسئلة هنا؟ عندنا أسئلة؟ عندنا أسئلة؟ متهيألي ما في أسئلة كثيرة في الحاجات ديت. في أسئلة حتى في الحاجات؟ ماشي ناخد أسئلة. حاضر في أسئلة. أوكي السن اللي هو محتاج يعرف هو ولد أو بنت. أنا ابني 3 سنين و3 شهور دلوقتي، هو علاقته كويسة جدا ببابا وبيقلد بابا كل حاجة، بس بيجي في أوقات بقى عايز يستخدم حاجات ماما، فحس لا أنت بوي، حس لا أنا جيرل بقى، أنا هنا عايز بنت عشان أعرف أستخدم ميك اب ماما وأكسسوار والحاجات دي. والقصة دي بتتكرر كتير، يعني انت بوي ولا جيرل، انا نيجي بقى ان هو عايز حاجة من عشان يقلد ماما. في عنده اخت بنت؟ لا ما عندوش. وبعدين لما يقس من القصة دي قالك خلاص لما اكبر وابقى جيرل بقى ابقى استخدم الحاجات دي. فهل دي مقلقة في السن ده؟ لا خالص، لا 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 لا. انا علاقته بابا كويسة وفي الطبيعي بيقول بوي، بس لما عايز يلعب بحاجتك بيقول انا جيرل، فهماني؟ وبعدين انت يعني مش عايزة تسمحي له خالص يلعب بحاجتك، يعني مش عايزاه يحط ميك اب اكيد يعني. ايه؟ مش عايزاه يحط ميك اب يعني. مجربي مره خليه شلفط نفسه ميك اب وبقولي له انت مبسوط كده؟ لا يقول لي مش هيقول اه. هيقول تفتكري انت جربتي؟ يعني لا بس متوقعه يعني. انت خايفه يقول اه. لا يعني ساعات لما يعني يحب يلبس الشوز مش عارف ايه بقى مبسوط مثلا هو لابس جزمه ماما بقى، يعني بحس ان هو وصل للغايه انه وصل لبس الجزمه اللي بالكعب بقى يعني. احنا بنخاف زياده عن اللزوم. احنا بنخاف عن اللزوم. علاقته ببابا سوية، شايف بابا رو موديل بالنسبة له، شايف نفسه زي بابا، هو ده المهم. الباقي ده بيلعب، ما تخافيش يلعب، ما تخافيش يلعب. خافي لو علاقته ببابا وحش ومش عايز يبقى مع بابا، ده اللي يخوفني. المشكلة الكبرى في الهوموسيكشواليتي هو فقدان صورة الأب. لا دي مش مفقوده خالص وبيلعب مع بابا خوف طول الوقت ومفيش اي مشكله خوف خالص في الحته دي. عنديش خوف. اتفضلي. في مايك هنا ناحيه. انتوا خدتوا المايكين هنا. ماشي. امتى يبقى في نوع من البريفسي؟ احنا اتفقنا انه بابا بيشترك في كل حاجه مع ماما وقت ما هي بتكبر، يعني بيغير دايبرز وكده. امتى يبقى في برايفسي في الحته دي انه بابي ما ينفعش يخش عليا وانا بغير، ما ينفعش يحمي الحاجات دي؟ الاول ما البنت بقت بنت، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ لا قبل كده قوي، لا قبل كده قوي. انا عايز تبتدي علمها انت بنت، ومش لازم الولاد يشوفوا، حتى لو كان حتى بابا ما بيتعرضش للحكايه دي. انا مش موجود عندي هنا امتى بالظبط. حد عارف امتى بالظبط؟ ايه؟ انا بتهيألي 7 سنين، انا بتهيألي عند 7 سنين اللي هي نهايه المرحله دي، قبل من 8 ل 13. متهيألي ده الفاصل، عشان كده حتى في الدراسه هنا حاطين من 8 الى 13، لان من بعد 7 قلنا من 7 بتبتدي تبقى بتتجهز للمنستريشن، وبقت فاهم انا بنت، فبابا ما بيتفرجش وما بيخشش وملوش دعوه بينا في الحته دي، انا وماما لوحدنا، وده اللي بيجهز اني انا بنت وده بابا ولد، فاهماني؟ ومش لاني خايفه من بابا، لعشان ده البرايفسي بتاعنا يا بنات. ها واضح الفرق ما بين الاثنين؟ طب في الحته دي حاضر انا خلصت. طيب اتفضلي، انت مزنوقه من الزمان. اتفضلي. لا اتفضلي قولي كله باثر رجعي حضرتك. اتفضلي. هو الحلقه خلصت لكن اتفضلي. سوري. طب نمشي. طيب في مدارس الاحد ايميلي من كام شهر، من كذا شهر، من شهور بعيده قوي، كانت لسه 3 سنين وكام شهر، ادوهم حاجه احد عن الايد الوحشه. الايد الوحشه؟ فرسموا لهم ايد وعملوها بالكرتون وحطوا عصايا، وبقي تلميذ في مدرسه احد تقول لهم ان في ايد وحشه ممكن تلمسني في الحتت الفلانيه. فضلت ايميلي كان عندها 3 سنين وكام شهر
متأثرة جدا بفكرة ان في ايد وحشة. بتاعت مين يعني الايد الوحشة؟ الايد الوحشة بأي حد غريب عايز يلمسني، عايز خصوصيات، يعني خصوصيات جسمي. واضطريت اني اقعد اشرح وقت طويل، يمكن اخدت اسبوع في الفكرة دي، انه يا امي مش اي حد يجي يلمسك، يلمس حتة معينة في جسمك، ما تسمحيش، صرخي جامد قوي. لغاية ما بطلت اعمل الحكاية دي، فبقالنا كام شهر مش بنركز في الموضوع ده. انا محتاجة اعمل تذكرة للقصة دي كل قد ايه عشان تفضل مركزة وتفضل. انت مبسوطة من درس احد انه اعمله كده يعني، ولا من دايقة ما فهمتش؟ مش عارف يعني. انا هي حضرتك قلت انه من سن 4-7 نبتدي نعمل التغيير. لا، قلنا من 3 كمان. من 3 قلنا له كده وبنأكد عليها قوي بعد كده. انا وقتها انبسطت قوي لانه حسيت انا ما كانش في بالي خالص اني طبعا كده. انا طبعا انا بس مش عارف ايه الايد. احنا عايزين اي حد يلمس الحاجات دي. هم رسموا ايد وحطوها على كرتون ومسكوها بعصايه لزقوها، وبقي التلميذ تجيب الايد وتحطها مثلا من ورا عندهم، فتقول لهم ما تخلوش حد يلمسكم، ما تخلوش حد يعمل كده. فقالت ان دي الايد الوحشه. وكان يوم كامل من بيبي كلاس اللي فيه امي لغايه يمكن 6 ابتدائي في مدارس الاحد، اليوم كله هم عاملين. غالبا كانوا واخدين درس عن التحرش الجنسي، قرروا يعني. انا فوجئت ان هم. بس برافو، ده حاجه تفرق على الحقيقه، حاجه تفرق على دي الكنيسه اللي جنب بيتي. ف انا وقتها انبسطت قوي. بس انا عايزه اسال السؤال بقى، كل قد ايه ابتدي اعمل تذكره للحكايه دي لبنتي علشان خاطر ما تنساش، وعلشان خاطر تفضل مركزه انه ما ينفعش حد يلمسني، ما ينفعش حد يجي ناحيتي؟ معرفش، مش عارف كل قد إيه، لكن هقدر اخلي ده في الوعي بتاعه. لكن الحاجه دي بتلزق جامد قوي، فمش محتاج اقولها لكل اسبوع ولا كل شهر. لو كل سنة أنا عملت كده، فهماني، هيبقى كفاية قوي، لأن أنا من بدري قلتها وبكررها كل سنة على الأقل مرة، فمش هينساها بسهولة أبدا. هو إحنا فعلا رحنا مرة نشتري حاجات وصاحب المحل حب يشيلها فما رضيتش وصرخت. فأنا أوقات بتحرجني يعني. هي هو حاول يشيلها ازاي ده؟ لا، كان بيشيلها عادي جدا، لأنها طفلة قطعت له الحاجات التيكت اللي كانت على الهدوم، فكان بيشيلها يعني بيلعبها يعني. مش بيلعبها ولا زعلان من العمل اللي عملته؟ بيلعبها. مش عارف احنا خوفناها زياده ولا ايه، مش عارف. بس انا يعني ما اتكتش قوي على الموضوع، بس انا قعدت افهمها فيه تقريبا الاسبوع اللي اخذت فيه القصه دي في مدرسه الاحد، او القصه يعني الدرس ده في مدرسه الاحد. قعدت تقريبا الاسبوع كله بحاول نفهم بالراحه وبشويش والايد اضطريت انا كمان اعمل ايد في البيت واقول لها الحته اللي ما ينفعش حد ايا كان. الوحيدين اللي ينفع يلمسوكي انا وبابا دلوقتي، لكن اي حد تاني في الدنيا ما ينفعش يعمل كده، لا عمه ولا خاله ولا اي حد برافو. في الشارع ولا هو ده اللي بنقوله. قعدت اسبوع مش عارف ليه، لان هي قاعده واحده شرح يكفيني، ويكفيني اني اكرر ده متهيألي مره كل سنه، فاهم؟ وان دي المناطق اللي ممنوع حد يلمسني غير بابا وماما لفتره، وبعد كده حتى يعني ما حدش تاني هيمد ايده اطلاقا في الحكايه دي. فانا افتكر ان الدرس ده مش بيتنسي بسهوله ابدا ابدا ابدا. فانا مش محتاج للتكرار الشديد دوت، وانا مبسوط ان في مدارس احد فكرت انها تتكلم في الحكايه ديت. وفكره الايد الوحشه، مش عارف الاصطلاح ده يعني برضو اصطلاح متهيألي كويس. انا عارف، انا بقول يعني انا مبسوط. انا اول مره اسمع القصه ديت، فمش عارف اقيمها، لكن على الاقل اول انطباعي ايجابي عن الفكره ديت. بكل اسف الوقت الحلقه بتاعنا خلص. انا عارف ان عندنا اسئله، يمكن لما نكمل هنقدر نجمع الاسئله كلها مع بعض بعد كده. عزيزي المشاهد، اشكرك عشان متابعتك لنا هذه الحلقه. نلتقي حلقه جديده. يسوع معك، امين. في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد، عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv. هتجد كل الحلقات موجودة، وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة. تقدر تتفرج عليها ستريمينج، تقدر تلاقيها وورد، تقدر تلاقيها تشيت عشان تحل وتبعته لينا مرة تانية، تقدر تلاقيها PDF، تقدر تلاقيها PowerPoint، أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون MP3 عشان تقدر تسمعها، أو تكون للآيبود بتاعك، أو تكون للآيفون بتاعك،
أو تكون كمان ويندو ميديا بلايرز. والسي دي هات الدي في دي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن، فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر تديها هدايا لأصدقائك. إلى أن نلتقي، ربنا معك.